السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، انا معكم عبد الرحمن عمرو. انا هعمل لكم فيديو النهارده. الفيديو هو عباره عن ان في ازازه ميه من على اخرها، هي الميه كده مش شايفينها تمام. لو خلصت ازازه الميه دي في خلال 20 ثانيه هكسب، لو ما خلصتهاش خلال 20 ثانيه هاكل العقاب. العقاب هو فلفل حامي نور نار نار، يعني ده حامي جدا، مش تخيلوا مدى حامي. انا هدمع وعيني تحمر، بصوا وهيحصل حاجات غريبه وانا باكله. يلا بينا نبدا. انا ظبطت الموبايل اهو على 20 ثانيه ومش واضح، انا مش عارف هو مش واضح ليه، بس هو فعلا على 20 ثانيه والله. حتى انتوا احسبوه اهو، بصوا 20 ثانيه ثانيه 20 ثانيه. افتح الازازه او ما افتح الازازه حدوث بعد. هو من رد حيرميني، هو من خلص من رد حيرميني. تمام اهو، بد مالو. هي دي الفيديو، 20 ثانية خلصوا ولسه الإزاب على. وللأسف أنا خسرت التحدي وهاكل الفلفل. بسم الله. بس الفلفل الأحمر ازاي؟ يعني نور. البتاع مش احمر ازاي؟ خلاص خلص، مش متبقي منه حاجه غير ان حته النوايا اللي في الاخر دي. هو حامي جدا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، اضغطوا على زر الجرس، ده زر مهم جدا عشان يوصلكم كل جديد. متنسوش تعملوا كومنت وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.